وكان حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته مدينة أبو ظبي في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس ومناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.